مرحبا يا شباب، حياكم الله في مقطع جديد من لعبة ديزي. والحين نحن في سيرفر تقريبا أنا داخل كان فيه 70 لاعب، يعني سيرفر مزحوم شوية. طبعا الحين بعدين ما عندنا أي حاجة غير الأكل، هذه العلبة. طبعا بنحتاج أكثر شيء كسلاح أكثر من أننا نحتاجه كأكل. عندنا سكين وعندنا باندج وعندنا هذا درينك، مشروب يعني علشان الهايدريشن. هذا بيبسي شكله ولا وش؟ بيبسي نشربه على طول. اوكي، طبعا اهم حاجة في اللعبة وش؟ اهم شيء انه اللاعب ما يموت بأي طريقة، يعني تحافظ على حياته. كيف تحافظ على حياته؟ وش هي الأشياء اللي تهددك؟ يهددك الأكل، موضوع الأكل، موضوع الشرب، وأحيانا بعض الأمراض في اللعبة. يعني إذا تشرب ماي تأكد إن ماي ما ملوث، وأفضل مكان تشرب ماي وين؟ عندك في آبار موجودة في اللعبة، مع الأيام بتحفظ مواقعها. وطبعا في عندكم ممكن تحصل ماي. وش هذا؟ اسكت. تحصل ماي في بعض الأحيان مثل ما الأنهار وكذا، بس أي ماي غير من الماي اللي موجود على البير هذا يعتبر ماي ملوث. فعلشان تقدر تشربه لازم وش تسوي؟ تغليه بالنار. طبعا تغليه بالنار هذه بياخذ منك وقت كثير، ولازم تعرف كيف أساسا تشغل نار في اللعبة، وهذا موضوع النار وحده قصة يعني. الحين متوجهين في قرية هنا أو مدينة، أعرف إن فيها بير عشان نشرب ماء. طبعا في عندنا هنا مثل ما شايفين على اليمين عندنا خمسة شعارات. الأول للصحة، الثاني اللي فيه مثل قطرة هذاك الدم، نسبة الدم الموجودة عندك الشخصية يعني. بعدين مقياس حرارة، طبعا لما ترتفع حرارة الجسم يظهر عندك، ونفس الشيء لما تنخفض. أحيانا يصير أمطار وكذا أو تنزل في الماء على طول درجة الحرارة تنخفض، يصير اللاعب بردان ويصير الأكل عنده ينقص بسرعة. ولما ترتفع الحرارة وش اللي ينقص؟ اللي هو الهايدريشن أو السوائل اللي في الجسم. طبعا في نقطة أغلب لاعبي دايزي ما يعرفوها، عندك هنا الهودي اللي هو القميص اللي لابسنه. طبعا هذا الأشياء اللي حاطنها لما تحط معلبات تشتغل عندك مثل الدرع، يعني لو صار إنه صادفك لاعب وأطلق النار عليك على صدرك هذا بتشتغل مثل الدرع، إلا إذا كانت ضربة قوية أو من مسافة قريبة يعني ما بيفيدك شيء، لكن أحيانا ممكن تحميك. يعني دائما لما ترتب الاغراض رتبها انك تخلي وش اسمه المعلبات كذا، تخليها على جهة او في مساحة تخزينية مال القميص. وطبعا يختلف مساحة تخزينية من قميص لقميص، يعني على حسب نوعيته. فالملابس العسكرية مساحة تخزينية فيها اكثر. هذا هنا فيه بير اتذكر، ايوه بس في زومبي هنا. طبعا لما تضرب زومبي تستخدم ايدك بس ياخذ فترة لحد ما يموت، لكن لما تضربه ماسك حاجة في ايدك مثل هذا الحين العلبة يموت بشكل اسرع. وش هذا؟ الكحول. انا ما اعرف ايش فايدة الكحول. هذا البير. طبعا لما تشرب لازم تتأكد انك ما تشرب كثير، ولا اللاعب مالك خلاص يعني بيرجع كل شيء. يكفي هذا اللي قدامنا دائما كذا شكل المستشفى، بس المستشفى احيانا يكون كبير واحيانا يكون صغير. نخلص هذا او الشباب. الزومبي دائما فتشه لانه احيانا يكون شال الاغراض معه. اسمع زومبي وين؟ ولا داخل المستشفى.
في عندنا هنا هذا حبوب وش فايدته؟ انتي بايوتكس يعني فايدته انه يقول لك يعالج بعض الانفكشن بعض الالتهابات. بس يقول لك اخر شيء not effective effective against viruses، يعني اذا كان عندك الاصابة بسبب فيروس هذا ما بيفيدك. اوكي تشل احتياط، هذا قفازات تحتاجها، هذا ابن وش اسمه ابن فيريان هذا فايدته انه احيانا تصير عندك اصابة فتحتاج انك تحقن نفسك، فنحقن حتى لما عندنا اصابة اراويك. اوكي شوف ظهر عندنا شعار اللي هو مثل الحبوب، هذا اللي مسوي ازعاج. هذا بلود كولكشن اذا تحب تسحب دم من نفسك. طبعا الدم تحتاجه احيانا لما يصير عندك إصابة أو شيء ينقص عندك الدم، تحتاج إنك تأخذ دم لنفسك. أوكي هذا الحين مدروسة، هذا المكان كله زومبي. ما في حاجة، يلا نخرج.